أنا اسمي صفان محمد هادي، منسق مشروع CCPA بالشرق الأوسط. إحنا نعمل ب 22 دولة، منظمتنا CCPA نسوي الرياضة للشعوب المختلفة والثقافات المختلفة. أكثرية البلدان هي بالأوروبا، وبقية البلدان هي العراق، أردن وتونس. حاليا بس ناشطين بالعراق والتونس. هذا المشروع بدأ هذه السنة، يعني الجولة الثانية. التعاون راح يصير مع السيد الوزير شباب الرياضة، وإن شاء الله الاتحاد كرة القدم التونسي، والدعم المالي هو من وزارة الخارجية الدنماركية ومنظمة مينفالت لسامبيا الدنمارك. انت علاش جيت لي مستاد؟ خاطر عجبتني اللعبة وحبيت نجي. ايه ومنين سمعت انت بالك؟ قالوا لي خلي سجل. يا رجل معناها عجبتك انت ولا علاش عجبتك؟ نتمنى نبني جيل جديد من مدربين رياضيين يخدمون الرياضة التونسية، بنفس الوقت يصنعون جيل مو فقط رياضي يعني من الأطفال، بس جيل مثقف يهتم ببلده ويعرف أهمية بلده، وبالمستقبل يعيف الأشياء اللي صنعها الجو السياسي بالعالم كله، ويركز كيف يخدم أهله منطقته ووطن.